اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 1000 مرة في يومه لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، وفي رواية حتى يبشر بالجنة. 1000 صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبشر بالجنة، 1000 صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ترى مقعدك من الجنة. الإمام محمد أبو المواهب الشاذلي كان يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 بالليل و1000 بالنهار، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله من فمه، قال: يا رسول الله، أتقبلني من فمي؟ قال: نعم. قال: كيف لا أقبل فمن يصلي علي 1000 بالليل و1000 بالنهار؟ يا محمد، اجعل وردك بالليل، إنا أعطيناك الكوثر. رسالة هي من سيدنا النبي في رؤيا، أنت بتصلي 1000 بالليل و1000 بالنهار، اجعل وردك، إنا أعطيناك الكوثر، واجعل دعاءك: اللهم اغفر زلاتنا وأقل عثراتنا وارحمنا وأمنا. يا محمد أنت تشفع، يا محمد أنت تشفع في 100,000 نفس من أمتي قد استوجبوا النار. قال: يا رسول الله، وبما؟ قال: لأنك تصلي علي 1000 بالليل و1000 بالنهار وتهبني ثواب هذه الصلاة. يعني إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. لما سيدنا النبي قال لسيدنا أبي بن كعب: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، بكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمان من النار وبراءة من النفاق. كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن ترى مقعدك من الجنة فصلي في يومك على سيدنا رسول الله 1000 مرة. إذا أردت أن تبشر بالجنة فصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومك 1000 مرة، فما بالك بمن يصلي 10,000 مرة. وكل صلاة تصليها على سيدنا رسول الله يصلي الحق عليك بها 10، والصلاة من الحق رحمة وأمان ونور ونجاة من النار. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم، اللهم آمين.